موقع أنا السلفي. عندنا موضعين في القرآن يدل على أن الترك فعل، ولو تتبعنا ربما وجدنا أكثر. لكن قوله عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فجعل الترك صنعا. وقال عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. عشان كده قلنا ان مسألة ترك جنس العمل لو كانوا اقتصروا على ترك الشرك لكان خيرا لهم من ان يضطربوا اشد الاضطراب في ان واحد يقول تسبيحة فقط هي التي تمنع التكفير، او رد السلام، او السلام، يبقى انت هتسيب يعني تهدر لا اله الا الله عشان واحد ما زودش معاه تسبيحه، او ما زودش معاها انه رد السلام وقال لواحد عليكم السلام. فهذا الامر مما يعني اضطربوا فيها شد الاضطراب. هتقولوا ايه الاركان الاربعه؟ يا ريتهم كانوا وقفوا عند كده، لكنهم في الحقيقه بيجعلوا ان ترك يعني ترك المباني الأربعة كفر، ده حاجة مستقلة. وما بيقولوش بقى في ترك جنس العمل ده عشان يدخلوه في الخلاف، يعني يقول لك ده ما عندناش خلاف ان المباني الأربعة اللي ما بيكفرش بيها مخالف لإجماع السلف، وده كلام باطل قطعا ويقينا. وبعدين عشان يدخلوا في الخلاف يقول لك يكون عمل حاجة من الأعمال، وكأن ان قضية ان العمل ركن يزول الايمان بزواله اللي هو العمل الظاهر هي دي اللي هم اعتمدوها، ويقول لك غير كده يبقى مرجئ. لا، اللي يقول ان العمل ليس من الايمان هو اللي مرجئ، وليس اللي يقول انه من الايمان ومن الايمان الواجب ولكنه ليس بركن. وعلى فكرة انت هتضطر تقول في كده في باقي العمل اذا فعل جنسه كما تقول. مش انتوا بتقولوا اذا ترك جنس العمل يبقى كافر، ولو اتى بجنس العمل يبقى مش كافر؟ طب انت دلوقتي بتخرج ما سوى هذا القدر الادنى اللي انت جعلته ركنا، خرجته من العمل من الايمان يعني، ولا قلت ان دي من الايمان ايضا؟ من الايمان. انت قلت ان دي من الايمان صح كده؟ يعني انت دلوقتي افترضت ان هو سجد لله سجدة على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، سجد لله سجد، يبقى ما تركش جنس العمل مش كده؟ طيب الصلوات الخمس غير السجده اللي سجدتها من الايمان ولا لا؟ من الايمان. طب انت قلتها انها ركن الايمان، ولا هتبقى مرجئ لو انت قلت انها ليست ركنا؟ فانا هقول لك في كل الحاجات كده، مش يعني انت بتقول ان هذا من الايمان وليس ركنا فيه طالما أن أدى شيء، فأنا بقول لك وكذلك أنت يلزمك أن بدلا من أن تخترع شيئا لم يقله السلف ولم يقله أحد من أهل العلم المتقدمين في أنه يكون كافرا إلا لو سبح تسبيحة أو إلا لو سجد سجدة واحدة، يا إما تلتزم بعمل القلب زي ما شيخ الإسلام التزمه وقال لو عزم أن يصلي في المستقبل فهو إيه؟ فهذا عمل فلا يكفر، زي ما قال في ترك الصلاة علشان بيكفروا تكفيرا باطنا مش ظاهرا زي ما انتوا بتقولوا. انتوا بتعملوا من الراجل يبقى اللي ما بيصليش مراته تبين منه ونحو ذلك، على مذهب القلة من العلماء من الحنابلة وغيرهم اللي بيكفروا بترك الصلاة دون دعوة إليها. يعني دون دعوة إليها، يعني من غير أن يدعوه الحاكم ويعرضه على السيف أو العقوبة. ولكن أنتم تقولون ده اللي هو قول جمهور المكفرين من الحنابلة، فأنتم بتقولوا أن ده الترك المجرد يكون كفرا. ابن تيمية ما بيقولش كده، ابن تيمية بيقول أن ترك الصلاة دون دعوة من الحاكم كفر باطن، كفر نفاق. اللي كفر النفاق ده عند اللي هو عارفينه يقينا زي عبد الله بن ابي بن سلول ورثه ورثته،
وزي ال 12 الرسول صلى الله عليه وسلم عرفهم واخبر بهم ايه؟ حذيفه. فدول كلهم كانوا واجب، كانوا من المنافقين، النفاق الاكبر، ومع ذلك ورثتهم ورثوهم، وازواجهم ما اتطلقوش منهم. فانتوا لو هتقولوا كده زي قول شيخ الاسلام اللي مش مسبوق في الحقيقه، ان هو بيقول اللي ما صلاش خالص يبقى كافر كفر باطن، كفر نفاق، وهو اللي بيقول برضو اذا عزم على الصلاه في المستقبل يبقى مش هيكفر كفر باطن، وهو عنده في الحالات دي كلها هو مش هيكفر الا اذا ايه؟ اذا عرض السيف ظاهرا، مش هيكفره ظاهرا الا اذا عرض السيف.